ثاني لفت نظري أمر آخر، وهو أنه الآن أورد كلام ابن حزم، وإلا فهو أو كثير من أصحاب المذهب المالكي يهملون ذكر ابن حزم تماما، ولا يعتبرونه يعني لا يعتبرون خلافه شاذ، لا يعتبرونه خارقا للإجماع ولا شيء، يكادون للشدة التي كانت بينهم وبين ابن حزم. فابن حزم في بلاد الأندلس والمغاربة مالكية، المغاربة مالكية، فكانت بينهم شدة. وزاد من حدة الشدة واشتعالها أن ابن حزم كان سليط اللسان جدا كما يقولون، كان لسانه ضرا على الإسلام كما ضر لسان كما ضر سيف الحجاج، يعني كان يقولون لسان ابن حزم وسيف الحجاج، لكن لسان ابن حزم حسم كثيرا من المسائل، لكن شذ أيضا في كثير من المسائل. ولعل شيئا ما يذكر من سيرة ابن حزم يذكرون، ولم أتتبع سندا، لكن يذكرون عن ابن حزم أن من أسباب اجتهاده في العلم، وكان من بيت وزارة، يعني أباه، يعني أن أباه كان على ما يذكر كان وزيرا أو رئيسا للوزراء، وهو كان مدللا كسائر المدللين، لكن دخل المسجد يوما فجلس دون أن يصلي تحية المسجد، فقال له قال يا أخي قم صلي، يا أخي صلي تحية المسجد، لا تجلس قبل أن تصلي تحية المسجد. فاستحيا أمام الناس وقام وصلى تحية المسجد، فجاء في اليوم التالي بعد العصر وصلى تحية المسجد، فقال له شخص اجلس يا أخي لا تصلي بعد العصر، فقال إذن لا جرم لأطلبن العلم، لا جرم لأطلبن العلم. فبدأ في طلب العلم والاقتصار على ظاهر الأدلة، لا يعبأ بغير ذلك كثيرا، ظاهر القرآن وظاهر السنة، ولا يكاد يولي أقوال العلماء كبير اعتبار إلا أنه يقدم الدليل على كل شيء. هذا منهج في الظاهر طيب، لكن هب أن الدليل له صارف، هل استعملت الصارف؟ فقد يغيب عنه الصارف. هب أن الدليل يحتمل أكثر من معنى من المعاني، هب أن الدليل ضعيف، هب أن الدليل منسوخ، فكل هذا يفوته، كل هذا يفوته. ما عمل الصحابة؟ هل عملوا بأم رأوه منسوخا؟ فهذه مسائل فاتت. فكان شديدا حتى في النقد، ويذكرون أنه كان يعقد مقارنة، كان شديدا على الأئمة خاصة المجاورين له من المالكية، لأن التجاور يجلب التحاسد في كثير من الأحيان، فيناقش مسألة وليحرر هذا مسألة هل يجزئ صاع الرز مكان صاع القمح أو لا يجزئ. فقال إنك إذا أتيت الهرة بطبق فيه رز، أريد أن يبطل الأقيس، وطبق فيه قمح أو شعير، لأكلت الرز وتركت الشعير، إذن الهرة أفقه من مالك، فيشتد بهذه الشدة. فمن ثم هيج العلماء عليه، هيج العلماء عليه، فتتبعوا السقطات التي وقع فيها ابن حزم رحمه الله تعالى. فغريب أن ينقل ابن رشد في هذا الباب آراء ابن حزم، وقل ما ينقل مثل هذه الآراء إلا إذا كان يريد أن يستظهر بها أيضا لتثبيت رأيه الذي يراه، والله أعلم.